سامح سلام، ملقب بحلاق السعادة. شفت فيديو كان لطفل مريض سرطان، الحلاق كان بيركب له بروكة، فلما حسيت السعادة وشفتها على وش الطفل وقد ايه كان سعيد ومبسوط وفرقت معاه نفسيا، فقررت ان انا اعمل لهم بواريك بالمجان. ابتديت ان انا اروح المستشفيات واعرض عليهم الفكره، وبقيت اطرح الفكره على اولياء امور الاطفال وعلى الاطفال نفسهم، فطبعا رحبوا جدا بالفكره. وبقالي سنه دلوقتي شغال في المبادره، ركبت اكتر من 140 طفل وطفله. الشعر بجهزه عندي هنا، في حاجه اسمها نقول بغزل عليه الشعر، بعد كده بيتعمل على القرص وبيتعمل بشكل معين، بياخد يوم او يومين مثلا تصنيع. طبعا بالمواصفات الطبيه اللي انا سالت عليها في اول المبادره خالص، محتاجين شويه دعم، اللي هو الناس تهتم اكتر بالمبادره، الناس ممكن تبعت لنا بواريك، ده هيسهل عليا كتير ونقدر نركب عدد كبير من الاطفال مرضى السرطان. لان انا من ساعه ما بدات في ناس بتتبرع بشعر، بس انا بتحمل التكلفه برضه، الموضوع ده بيبقى عبء عليا كتير جدا، بس انا طبعا بدات المبادره ومكمل فيها، لو هكمل فيها لوحدي. انا مامي تسنيم، تسنيم بتتعالج في معهد الاورام بقالنا 3 سنين. تسنيم في اول المرض عندها ظهر ان بطنها كبرت وكانت تعبانه، فوديتها الدكاتره كتير، وكل دكتور والتاني نفس الكلام ونفس العلاج، وما كانش يعرفوا عندها ايه. قعدنا يومين في ابو الريش، فظهر عندها المرض دوا، فقالوا لنا خدوها ودوها معهد الاورام. طلع عندها المرحله الرابعه، قعدنا 8 شهور، بعد كده المرض اترد عليها تاني في نفس المكان، وخدنا اشد من احنا كنا بناخده، يعني اشد كيماوي في العالم. شعرها كله كان يقع في ايديها، كانت عندها نفسيه كانت خالص، ما كانش فيها نفسيه خالص، كانت تعبانه ومنعت تتكلم. لما عرف بقى موضوع الباروكه وفرحت بالموضوع دوا. انا دكتوره تغريد الشافعي، استاذه الطب النفسي في جامعه الازهر. الباروكه في حد ذاتها هي بتعوض الطفل التكوين الصوره في وجود الشعر، فبيخليه يحس انه بيتعامل مع المجتمع كطفل طبيعي وشكله طبيعي زي كل الاطفال اللي بيشوفهم في الشارع، فما بيبقاش عنده المركب اللي هو الانطوائي اللي انا المفروض ابعد عن الناس، اللي انا بقيت محمل بعبء ان انا مريض وابقى اعالج من السرطان. فطبعا هي لها تاثير ايجابي جامد جدا على الطفل، فاعتقد انها مبادره عظيمه جدا. احنا طبيا دلوقتي بقينا بنتكلم في الكواليتي اوف لايف، في تحسين جوده الحياه، ما عدناش بنتكلم في لا طول فترات معيشته. يعني انا جميل جدا اعيش 100 سنه اعيشهم متعذب وبتالم من الامراض، ولا اعيش 10 سنين بشكل جيد. السعادة بشوفها في ابتسامة على وش طفل، فما بالك بطفل مريض سرطان. أقرب كلمة بتتقالي متشكر يا عمو، أو متشكر يا عمو إن أنت رجعت لي شعري تاني. ونفسي إن الموضوع يوصل إن إحنا نكفي جميع المستشفيات من سواء باروكة أو علاج أو أي حاجة الأطفال بتحتاجها.